دي بقى هي دي النقطه. يعني تيجي تشوف شخص ناجح، لا وراه قصه كفاح، وراه حاجات ابس اند داونز، وراه صعوبات واجهها، كواليس كتيره جدا. حابين ان احنا كجماهير للنادي الاهلي نعرف ابطالنا برضو الرحله اللي مروا بيها لغايه لما وصلوا لتحقيق يعني برونزيات وذهبيات وفضيات وبطولات. دكتور محمد او كابتن محمد، حضرتك سامعني؟ صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. مبروك مره ثانيه، وهعيد سؤالي على حضرتك. كنا حابين نسمع منك يعني قصه النجاح، ونوصل دلوقتي بنتكلم في يعني 23 ميداليه، حاجه اكيد مشرفه جدا. فخلينا نعرف من حضرتك برضو الكواليس والصعوبات اللي واجهتكم. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا نهوى. صباح الخير يا كريم، شاكر جدا ليكم. طبعا انتوا بتتكلموا على ناشئين 12 سنه، هم بالنسبه لنا احنا يعتبروا كبار، لان هم بيبتدوا الجمباز من عند 6 سنين، يعني دول بقى لهم 6 سنين بيتدربوا. مرحله 12 سنه هي مرحله صعبه، بنلعب بطوله واحده في الجمهوريه، بطوله الجمهوريه، بمعنى ان ما عنديش تعويض. يعني انا مش بلعب دوري فممكن ماتش اكسب ماتش اخسر، لا انا بلعب مره واحده في السنه، وبالتالي بيبقى التركيز بتاعي اثناء التدريب. يعني اللعيبه دي مخلصه البطوله السنه اللي فاتت في ماتش، دلوقتي لعبوا في فبراير، بقى لهم 11 شهر بيتدربوا عشان يلعبوا البطوله دي. كويس. طبعا قمه التركيز، قمه الاهتمام علشان نوصل ليوم واحد ربنا يكرمنا بيه نحقق كم من الميداليات ده. طبعا طبعا اكيد حاجه مش سهله ابدا. طيب خليني اروح معاك برضو للابس اند داونز، الشق الخاص بالنفسيه، يعني ازاي كان الدعم، ازاي كان الحديث؟ فكره هنا فعلا ان الموضوع متوقف، هي مباراه يعني فاصله، فازاي برضو التشجيع، الكلام التحفيزي اللي حضرتك كنت بتقوله، خلينا نعرف منك الشق ده ايضا. اتفضل يا دكتور. طبعا لما بتكون البطوله قايمه على مباراه واحده يبقى لها اعداد نفسي خاص بالمساله دي. لو انا بلعب كذا بطوله او كذا مباراه مترتبين على بعض برضه ليها نوع تاني. احنا بنعود الولاد على ان هم يكونوا في هذا اليوم في احسن حالاتهم تركيزا واداء، وده بيجي طبعا من تركيز التدريب. يعني الجانب النفسي ما تقدريش بس تقولي له خليك كويس شد حيلة، لا اكيد طبعا، لكن هو لازم يكون مجيد في التدريب، والاختبارات اللي بيمر بيها بتبقى مشابهه للبطوله علشان يثق في نفسه بالناحيه البدنيه والمهاريه، ومع المواقف النفسيه اللي بنحطها فيه يوصل في الاخر انه يقدر يوصل باحسن نتيجه ممكنه. طيب خليني اروح مع حضرتك بقى برضو يعني اخيرا للاستعدادات للفتره القادمه، برضو طمنا كده الوضع هيبقى ازاي، وايه الاستعدادات برضو الناشئين عندنا؟ اتفضل. احنا طبعا كل مرحله سنيه ليها نظام في البطولات وليها توقيتات، فاحنا شهر فبراير ومارس دول هم اكثر الشهور بنلعب فيهم. زي ما قلت لحضرتك كل فريق وكل مرحله سنيه ليها طريقه وليها نظام وليها احمال تدريبيه معينه. بنتكلم على صغيرين، احنا عندنا على فكره مرحله 6 سنين ليها بطولات. وعندنا الدرجه الاولى كبار رجال، فانت بقى كل مرحله من دول ليها نظام في التدريب من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه ومن ناحيه الاعداد النفسي. فاحنا شغالين دلوقتي، يعني احنا يوم الخميس والجمعه اللي جايين عندنا كبار الدرجه الاولى وراه الدرجه الثانيه اللي هم اصغر من الدرجه دي. دول ليهم اعداد نفسي مختلف وطريقه تدريب مختلفه وكل حاجه مختلفه طبعا عشان توصلي للهدف اللي انت عايزاه. اكيد. على كل حال احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، واحنا كلنا كجماهير اكيد للاهلي سعداء بيهم جدا، وربنا يوفقهم في اللي جاي. يعني زي ما بيتقال كده، احنا دايما برضو ثقافه هنا النادي الاهلي، وزي ما كابتن الخطيب كان بيتحدث، انا دايما عايز يعني اعمل بطل اولمبي من النادي الاهلي، فان شاء الله ده يتحقق في كل الرياضات كمان، يعني مش رياضه بعينها. شكرا ليك جدا دكتور محمد، شكرا جزيلا.